بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وأبنائي الشباب، تحية خالصة من القلب أبعث بها إليكم، ونداء من الأعماق أتوجه به لجمعكم هذا، ليس بحسباني واعظا ولا خطيبا يسدي إليكم نصائحه من وراء البحار، وإنما بحسباني إنسانا ينشد السلام العالمي ويرى فيكم رواده وقادته يجتمعون في جامعة جورج تاون العريقة ويتحملون مسؤولياتهم التاريخية أمام الله وأمام ضمائرهم في إعادة السلام ونشر العيش الإنساني المشترك بين شعوب الغرب والشرق، بل بين الإنسان وأخيه الإنسان في أي مكان، وأيضاً لإحلال علاقات التعاون والأخوة المتبادلة محل علاقات الكراهية والصراع والغطرسة والتسلط. بناتي وأبنائي، إنني أنتمي إلى جيل يمكن تسميته بأنه جيل الحروب، فقد شهدت وأنا طفل صغير حرب السويس عام 1956 وحرب يونيو عام 1967 وحرب 1973، وعانيت كثيرا من موجات الإرهاب والتطرف وفوضى القتل والاغتيال والتفجير والتدمير، وظننت أن القرن 21 سوف يكون أسعد حالاً من سابقه، وكيف لا وهو قرن التقدم العلمي وعصر الرقي الحضاري والازدهار الثقافي والفني، وأن مع إطلالته سوف تنحسر عن شعوبنا وبلادنا موجات العنف واغتيال الآمنين من الرجال والنساء والأطفال. ولكن خاب الظن وتبدد الأمل، فلم يكد ينقض العام الأول من القرن الجديد حتى روعتنا حادثة تفجير برجي التجارة في نيويورك في 11 من سبتمبر من ذلك العام، كما روعتنا حوادث أخرى مشابهة ذهب ضحيتها آلاف الأرواح البريئة في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمال، كما يقول مثلنا العربي. وكنا نظن أيضا أن الحادثة البشعة وما تلاها من أشباه ونظائر في أوروبا وفي عالمنا العربي والإسلامي كفيلة بأن توقظ ضمائر قادة العالم وحكمائه ومفكريه في الغرب والشرق، ويهبوا لتحمل مسؤولياتهم تجاه آلاف الآلاف من الحزانة واليتامى والأرامل والأطفال والبؤساء والمشردين والمهجرين. ولكن ويا للأسف، سارت الأمور في اتجاه جديد بائس سقطت فيه دول عربية فريسة لحروب أهلية طاحنة تأتي على الأخضر واليابس، وسرعان ما تحولت بلادنا إلى سوق رائجة لاستيراد الأسلحة الفتاكة في الغرب والشرق، وما يلزم هذا السوق من إشعال بؤر التوتر والصراع والنزاع العرقي والطائفي. وما أظنكم في حاجة إلى أن أسوق لكم الدلائل والبراهين على ما يطرق أسماعكم من حديث هذه المآسي في وسائل التواصل الاجتماعي، فنظرة سريعة تلقونها على منطقة الشرق الأوسط تؤكد لكم صدق ما أقول. أيها الشباب، لا أبالغ لو قلت إن مسؤولية عودة السلام بين بني الإنسان في الشرق والغرب تقع على عاتقكم أنتم جيل الشباب، فأنتم الجيل الذي حالفه الحظ لأنه لم يدرك حقبة الاستعمار الغربي للدول العربية والإسلامية في القرن الماضي، ولم ترهق وجدانه رواسب هذه الحقبة الاستعمارية البغيضة،
ولا أزماتها المتبادلة بين شرق غلب على أمره وغرب لم يراعي حسن الجوار. وإن لكم في صفاء نفوسكم ونقاء مشاعركم ما يؤهلكم اليوم لزرع جذور الأخوة الإنسانية وترسيخ مبادئها في الغرب والشرق معا. وقد تعلمون أنني وأخي قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عكفنا عاما كاملا كل في بلده ومكانه على إعداد وثيقة للأخوة الإنسانية وصياغتها وتنقيحها قبل أن نوقعها سويا في أبو ظبي في 4 فبراير سنة 2019، وأن الأمم المتحدة جعلت من هذا اليوم يوما عالميا يحتفل فيه بهذه الوثيقة وينوه فيه بشأنها ومركزيتها في بناء السلام والعيش المشترك والحوار الحضاري بدلا من علاقات الصراع والحروب وسلاح الردع النووي واستئثار الأغنياء وهم قلة قليلة بثروات الأكثرية الساحقة من الشعوب الفقيرة والمعوزة. أيها الشباب، هناك ما يشبه الكلمات المفاتيح التي أراها ضرورية في هذا المقام، ألخصها فيما يلي: أولاً، لم يعد أي من الشرق والغرب اليوم بمعزل عن الآخر، ولم يعد من الممكن أن يغلق شعب أبوابه ليكون في مأمن من عدوان شعب آخر. وليست العولمة ولا صراع الحضارات ولا نهاية التاريخ هي الحل، فهذه كلها في أفضل أحوالها ليست إلا تكريساً لاستعمار جديد يسيطر فيه مركز الدائرة على محيطها كما هو معلوم. والحل الصحيح الذي لا حل غيره فيما أرى هو في التعارف والتآخي والتواضع وتبادل المصالح والمنافع، وفي ظل مواثيق دولية جديدة جادة خالية من الثقوب التي كثيراً ما تحيلها إلى مجرد حبر على ورق أو تجعل منها عوناً للظالم وخذلاناً للمظلوم. ثانياً، لا تصدقوا من يقول لكم إن الأديان هي سبب الحروب، فهذه مقولة يدفع العالم الآن ثمن تصديقها فقراً وترقباً ممزوجاً بالرعب والخوف من المجهول نتيجة غياب الأخلاق الدينية من أجندة الحضارة الغربية الحديثة. وما يسجله التاريخ القديم والحديث من حروب دارت رحاها باسم الدين ليست حجة على الدين كهدي إلهي نزل لإسعاد الإنسان هنا وهناك في حياته الآخرة، بل هذه الحروب هي ذاتها إدانة صريحة لرجال الدين الذين اختطفوه ووظفوه لأغراض سياسات دنيوية تنكرها الأديان نفسها. ونحن نعلم أن حربين عالميتين راح ضحيتهما أكثر من 70 مليون من الأرواح البريئة لم يكن للدين بهما سبب ولا صلة، وإنما هي نزعات العرق وغطرسة التفوق وجنون القوة وحب السيطرة والتوسع. ثالثاً، ليس صحيحاً ما يقال ويروج له من أن الإسلام دين العنف والإرهاب الأسود، والصحيح أن الإسلام والإرهاب ضدان لا يجتمعان، والدليل على ذلك أن عدد ضحايا الإرهاب من المسلمين يفوق عدد ضحايا غير المسلمين 10 مرات، وأن الإسلام ليس وحده من بين سائر الأديان من يتهم زوراً وبهتاناً بهذه الجريمة الشنعاء، فقد وجهت التهمة ذاتها من قبل للمسيحية واليهودية بسبب ارتكاب بعض أبنائها لهذه الجريمة. ومن هنا فإن ظاهرة الإسلاموفوبيا التي انتشرت في الغرب
تصبح عبثا لا مبرر له، بل وهما من الأوهام التي تصنعها الميديا وتوظفها في أغراض لا تعود بالخير لا على الغربيين ولا على الشرقيين. أبناء الشباب، انطلقوا على بركة الله وانشروا السلام في ربوع العالم، وأوقفوا الحروب والخراب والدمار، وارفعوا راية الأخوة الإنسانية غربا وشرقا. وختاما، أعرب عن تقديري البالغ لهذا التعاون بين مجلس حكماء المسلمين وجامعة جورج تاون، وتحية إعزاز ومودة للسيد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين القاضي محمد عبد السلام، وسيادة الأستاذ الدكتور جون جيجوايا رئيس جامعة جورج تاون على اهتمامهما المشكور بمبادرات الشباب وتشجيعهم ومنحهم الأمل والثقة التي تفتح لهم آفاقا جديدة لبناء أوطانهم ومستقبلهم وخدمة إنسانيتهم. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.